على بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات شفت في مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من واحد من نواحي دار قداري بالقنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الساكنة 4 ديال الدواور اللي هما نواحي ديال دار قداري، كيف ما كتشاهدوا هاد الناس اللي غادي كيتشكاو من انقطاع الكهرباء منذ 10 أيام، هما مقاطعين عليهم الضوء. غادي نسمعوا مع عند هاد الناس الساكنة ديال هاد المنطقة. مرحبا بك سيدي على البث المباشر، قول لنا سيدي شنو واقع لكم. السلام عليكم باختصار. السلام عليكم باختصار. نعم سيدي. احنا دوار صدادنا. نعم. جامعه الدار العسلوجي قياده عماله سيدي قاسم. هاد دوار صدادنا تنقسم الى اربعه الدواور، كاينه دوار محاريك. نعم. دوار مساواه. نعم تفضل كمل سيدي. دوار مساواه، دوار قصيبه، دوار ولاد حدو. العدد ديال المنخرطين هنا 400، واللي ما خلصوش يعني كاين اللي ما خلص 40، ولكن حنا تنعرفوا واخا. اسمح لي نقاطعك سيدي، بغينا نعرفوا منك قلتي ما خلصوش و 40 400، بغينا توضيح اكثر باش نفهموا الموضوع كيفاش داير. كاين الناس الظروف اللي تتعرفها البلاد ديال الظروف ديال كورونا، الله يحسن العوان، ما بقات لا عمل لا والو، يعني ما عندهمش الامكانيات باش يؤديوا ذاك الواجب ديال الخيرات ديالهم. نعم. يعني تنطلبوا منهم باش يقسموا لهم، والناس راهو ناويه تخلص ذاك القدر من تحل المشكل ديال هاد كورونا ان شاء الله. انتم تعرفوا اهميه الكهرباء بالنسبه اللي عنده تلالج ديالو ضاع له كل شيء. بالنسبه للتمدروس، اولا خصنا حنا التمدروس، ملي تنقولوا التمدروس عن بعد، باش غادي يخدم هذا الولد؟ باش غادي يدير تنقول يخدم التليفون ديالو ولا يخدم وسائل الاتصال ديالو باش يقرا؟ ثانيا كاين اللي عنده ثلاجات، ثانيا كاين اللي عنده مسائل المشروع ديالو. نعم. كمقاهي كذلك. نعم يعني تفضل. يعني الكهرباء ضروريه، وسيدنا الله ينصرو راه كانت حتى على كهرباء العالم القروي. حنا بغينا نفهموا علاش هاد الناس قطعوا علينا الضوء، علاش؟ هذا هو اللي بغينا السبب. نعم سيدي. انا شنو هو المشكل؟ واش غير غاتجي عندك السلطه ديالك باش تجي وتقطع الضوء؟ راه ماشي ممكن، راه خاص اخبار من قبل، لان اللي كان قلت لك عنده مشاريع، كان اللي عنده تعاونيات ديال الحليب ديال هذا، راه تيخسر له بزاف ديال هاد المسائل. هذا باختصار، وغندوز الكلمه لاحد الاخوان. واخا سيدي مرحبا. مرحبا سيدي تفضل معنا، شنو واقع سيدي بالضبط؟ اعطينا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي. كنطلبوا من الشركه ديال الضوء تعطينا الضوء وما تبقاش تقطع علينا الضوء. هادشي راه داز مرارا وتكرارا، وحنا كنعانيو من هاد القضيه. نعم. حنا راه حنا كنخلصوا الضوء، خلصنا البوطو اللي كاين بعد الدواوير ما خلصوش، وحنايا رغم على هادشي خلصنا البوطو. نعم. وكتجينا الضوء كنخلصوه، كاين اللي كيخلص 4000 5000، دابا قطعوا علينا الضوء اليوم 10 ايام، ومره اخرى في وجه العيد الكبير قطعوا علينا الضوء، ومره اخرى قطعوا علينا الضوء، ودابا راه حنا كنعانيو كيف ما قال هذا الاخ. قضيه التمدروس، راه الانسان خاصو يقرا بالضوء. نعم. دابا انايا فقير وكنشعل جوج شمعات. نعم. الشمعه كيف ما كنقولوا ديال بكري ضو الغوله، راه حشومه وعار على هاد المسؤولين اللي في هاد الناحيه وفي هاد الجماعه ديال القرويه. انا كنقول اللي في هاد الجماعه ديال القرويه خاصهم حتى هما يتحملوا واحد شويه، ما يبقاوش غير يكذبوا علينا. يجيبوا لنا الضوء، يجيبوا لنا الضوء، راه حنا كنطلبوا الضوء. الشمعه ولينا كنشروها ب 50 ريال، راه حشومه وعار. وسيدنا كيحث على العالم، وسيدنا كيحث على العالم القروي باش في 2000
وعشرين ما يبقاش في البادية شي واحد ما مشعرش الضوء. دابا هاد الناس راهم كيقطعوا لنا الضوء. واخا بغينا نعرفوا، بغينا نعرفوا منك شنو الأسباب اللي خلات أن يتقطع الضوء، وأنتم كتقول كيف ما قالنا تصريحات السيد هادي 10 أيام هو مقطوع الضوء، بغينا نعرفوا. وقلتوا لنا حتى احنا كنشوفوا دابا الآن أمام مسجد، سميتها مسجد أسيدي؟ صدادنا حنا امام الجد. الله يخليك المسجد هذا بعد مقطوع عليه الضوء سيدي، هي مقطوع علينا الضوء. كاينه واحد النسبه قليله اللي هي ما خلصتش الضوء، والله يحسن العون. نعم، ودابا حنا كنحثوا عليهم، كنحثوا عليهم باش يخلصوا. اللي عليه 20000 ريال غادي يخلص النص. واخا شحال الناس اللي ما خلصوش، او الناس اللي مازال ما اداوش الواجب ديالهم ديال الشهري؟ الناس اللي باقي ما اداوش الواجب ديالو في قليله، كنقول لك ما كنفوتوش 40 او 35 واحد. واخا بغينا نفهم واحد المساله اخرى. نعم. واش هاد الضو مشترك لكل شيء، ولا غير هاد الناس اللي او الشركه ديال كل واحد الضو ديالو، ولا كل واحد مشترك؟ بغينا نفهموا هاد القضيه. علاش اسمح لي قاطعك؟ لان اللي فهمت منكم وحتى الناس المتابعين الافاضل خصهم يفهموا هاد المعلومه، وحتى الناس مسؤولين. بمعنى الا ما خلصش واحد منكم في الضو فكيقدروا يقطعوا على الضو ديال الدوار كامل. كيف ما قلت لك، هادشي اللي فهمت منكم. ياك اسيدي، وباقي غادي نعاود. شوف اسيدي، نعم، كيف ما قلت لك احنا عندنا بوست واحد. نعم. وفيه اربعه ديال الدواور، وهذا الضوء كيكثر عليه الاكتظاظ، خاصهم يجيبوا لنا بوست مزيان اللي ما يتخسرش. واش حنا كل نهار نبقاو هكايا؟ راه حشومه. احنا ما عندنا اليوم غنشكيو، غادي نشكيو اليوم، غنشكيو لله، وغادي نشكيو لسيدنا الله ينصره، نبلغوا له الله ينصره الدعوه، الله ينصره والله يشافيه يشوف فينا. راه سيدنا كون سمعنا راه غادي غادي يعطينا الضوء فابور على هاد الساكنه. هاد الساكنه راه ما عندهاش عايشه غا هكاكين، وحنا كنخلصوا رغم هاد الشيء كنخلصوا الضوء. وكيجيو واحد المسؤولين معهم غدوي، معهم غدوي، خاصك يكون عندك شي كود بيستون باش تدوي معاه، لان هنايا كاين شي ناس هنايا ها هما هنايا حدانا قراب الضوء ما كيقطعوش عليهم. علاش؟ هذوك عندهم كود بيستون. حنا ناس ضعاف خاصهم يعطيونا الضوء، باختصار خاصهم يعطيونا الضوء. راه فئه قليله اللي مخلصاش، وهذه الفئه قليله حنا واخا ماشي سلطه، حنا كندخلوا وكنقولوا لهذا خلص خلص، وانا ما عنديش الحق باش نقول هذا يخلص. نعم نعم، تفضل سي كمل. اللي كنطلبكم من دابا نعم. وتوصلوا حنا انت المباشر سيدي، ورسالتك للناس المسؤولين. انت على اسمح لي قاطعك، انت المباشر ورسالتك كتوصلها للناس المسؤولين. تفضل سيدي. حنا كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين، هاد الشركه ديال الضوء اللي مجهوله الاسم ربما، نعم، يعطيونا الضوء. راه حنا كنطلبوا بالضوء، راه حنا ما كنعيشوش بلا ضوء، راه حنا كيبحال الحوت وخرج الماء. شحال انتم دابا مقطوع الضوء هاد المده؟ خويا راه من نهار 3/3 8 ايام، واليوم 11 يوم، ليل ونهار، وحنا كنعانيو. نعم. حنا كنعانيو، اللي عنده شي لحام ولا عنده شي حاجه كلها مشات له. دابا هاد الحام وهاد الشيء اللي مشى والثلاجه، واللي عنده شي مشروع عنده. نعم. شكون غادي يأديه لنا؟ موال الضوء؟ خاصهم يأدوه لنا موال الضوء. وهادشي اللي غادي نقول لك. واخا سيدي، غنشوفوا من احد الساكنه اللي هنا كيتواجدوا. نعم سيدي، مرحبا، تفضل سيدي. بسم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. حنا جماعه صدادنا ولاد حدو. نعم. مقطوع علينا الضو، بغينا نعرفوا على السبب. الاوراق اللي دايرين معانا على الكونترادا اللي دخلنا بها المكانه للمنزل. نعم. وخلصنا المكانه وجناها وبقينا. شحال خلصوا المكانه سيدي؟ انا تقامت عليا ب 31000 ريال. نعم. باش خلصتها وجدتها. من خلصتها وجدتها من وقوع عليها الدين، علاش تتحيدها وتديها؟ الا حيدتيها وديتيها انا غنحبس من الدور، انا غنولي نركب حتى انا فاني الضو، غنضوي بلا مكانه. دفعني للمحكمه المكانه، خليها في بلاصتها ودفعني للمحكمه. راه حنا تنعانيو، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. راه اربعه الدواور لا تلاميذ، الدراري تيطلقوا حتى السبعه ديال العشيه تيخرجوا بلا ضو، تيقراوا بلا ضو، معلمين بلا ضو، الجامع بلا ضو، المواطن كله فهاد الدواور العيشه لا يرتاح. واخا بغيت نسولك، شحال من دوار هنا كاين اللي مقطوع عليه الضوء؟ عندنا اربعه الدواور اسيدي. ممكن تقول لي الاسماء ديالهم؟ الله يخليك. كاينه دوار الشرفه مساواه. نعم. ودوار المحارق ولاد القدور. نعم. ودوار صدادنا، ودوار صدادنا يعني مقسوما على جوج القصيبه. نعم. هادو مقطوع عليهم الضوء، المده ديال كما قال الاخ 11 يوم اليوم. نعم. وحنا مقطوع علينا الضوء. علاش غيتقطع علينا الضوء؟ انا مخلص 400، كاينه عندنا 400 نسمه. نعم. 400 عائله. 400 عائله. نعم. كلها عندها الكونتور. نعم. خلصوش واحد 40 ولا 36. نعم. غتقطع علينا حنا الضوء عليه على ودهم هما؟ لا، خلينا حنا الضوء ديالنا خدام، ومسؤوليتك معاهم. راه كاين المخزن، كاين المحكمه، كاين كل شيء. نعم. علاش تقلب؟ علاش تقطع علينا حنا الضوء؟
مع الوحده و25 دقيقه ديال الليل قطعوه، مع الوحده و25 دقيقه ديال الليل قطعوه. نهار الثلاث، نهار الثلاث بالثلاث في الليل تقطع عليه. نعم هذا اللي كاين هو هذا سيدي. قلنا لهم راه كتبوا علينا بالدوره، قال لهم انا نمشيو عندك. مرحبا بك سيدي، شنو كنتي باغي تقول سيدي؟ مرحبا تفضل. السلام عليكم. تفضل شد هذه. السلام عليكم ورحمه الله. حنا الضوا صدادنا كنعانيو من الضوء. نعم. وكاين اللي عنده ثلاجه كيخسر له اللحم، كاين اللي عنده طاحونه بحال حنا عندنا طاحونه. انتم عندكم طاحونه سيدي؟ عندنا طاحونه. نعم عندي 10 ايام ما خدامش هذيك الطاحونه. ما بقاش لا خدامه لا والو. نعم. الناس كيجيو يطحنوا هنايا تلقاوها ما كاين لا ضوء لا والو، كيرجعوا بحالهم. نعم. الناس بعاد تيرجعوا بحالهم. وكنعانيو من هذا الضوء هذا، والناس كاين اللي عنده ثلاجه وخنزلوا اللحم بزاف. نعم تفضل سيدي كمل. اللحم. وحنا راه كنعانيو من هاد الضو هذا، هما موالي الضو يتحملوا المسؤوليه ديالهم، راه كاين اللي كاين اللي مخلص الضو وكيتقدم في اللي ما مخلصش. فهمت، بمعنى اللي مخلص ضحيه ديال واحد ما كيخلصش. ضحيه. نعم. حنا اللي كنعانيو منه هنايا هي يجي يطلقوا لنا الضو ديالنا. حنا راه كنخلصوا راه الدوار كله مخلص. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام سيدي. اذا غادي نختموا بك، وتفضل سيدي وقول لنا شنو وقع سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بغيت نعرفوا على الاسباب اللي تيقطعوا هذا الضوء على الجميع. نعم. حنا تنضويو 50 خلق او 60 خلق او 100 خلق مخلصه، وحتى 30 ولا 20 ما مخلصه شيء. هذوك الناس راه كاين السلطه كاين المحاكم. نعم. يقدموهم. وباش يجي عنده بحال كويا وتلقاه داير خيط تيقطعوا له، من بعد تيولي يلصقوا. هذا الشيء راه خاص يكون واحد الحكم يكون صارم. الله يجازيكم بخير. حنا تنطلبوا من الله ومنكم طلبوا لنا الضوء ديالنا. وهذوك الناس اللي ما تيخلصوش او الناس اللي تيعملوا شي مسائل اخرى، هذوك راه كاين المحكمه قدموهم. نعم. وباش واحد يدير هذه الفعله هذه وتقطعوا على الجميع راه ماشي معقول. عندنا وليداتنا تيقراو، وما يمكنش باش ان دابا الناس ولادهم تيقراو على الضوء وحنا ولادنا تيقراو على الشمع. هذا راه ظلم هذا. على الناس اللي ما مخلصينش يقدموا من المحكمه، والناس اللي مخلصين يطلبوا لهم الضوء ديالهم باش يهلكون هذا الهلكه بحال هكا. شحال كتجيكم اسيدي الفواتير ديال في الشهر ان شاء الله؟ اما سيدي شحال كتجيك الفواتير ديال في الشهر اللي كتخلصوها؟ 150 درهم. 150 درهم كان لي 200 درهم كان لي. عندكم كل واحد عنده، بمعنى ان كل واحد عنده مكان ديالو. اشنو تستعمل في المنزل ديالو؟ نعم. ما نكونوش مقادين. وهو هذا خاصكم تطلبوا لنا الضوء ديالنا الله يجازيكم بخير، ونضروا من الحاله ديالنا. راه حنا في واحد أزمة صعيبة، وباش تقطعوا الضوء على كل شيء راه وليدات راه غتهلكوا وليدات وغتهلكوا الناس كبار وصغار وكل شيء. الله يجازيكم بخير. هذا الشيء راه دابا الإنسان تدفع فيه 100,000 150,000 160,000 كانوا في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. مالهم ما جاوا باشرهم؟ مالهم ما قالوا تخلصوا؟ مالهم ما داروا مشي محضر وطلعوا من المحكمة؟ أشنو السبب؟ يعني كاين شي حاجة تما. بغيت نسولك هادي حنا كتتكلم وانا طاحت في بالي واحد الفكره، علاش مايمكنش ما يقطعوش يقطعوا عليهم هما ما يقطعوش عليكم انتوما؟ ما فهمتش هاد القضيه، هما كيقطعوا على كل شيء. هما دابا لا دار بوسط واحد، عندنا بوسط واحد ما يمكنش يقطعوا كل واحد بواحد. واخا يقطعوا له من المحل ديالو تيجي يلصق خيط او يلصق مفتاحه ويضوي. نعم. هاد الناس خاص يكون عليهم بحث ويباشروهم ويديروا كونترول في الليل ويخرجوا ويلقاو الراجل مضوي هو ما مخلصش شيء يدقوا عليه يخرج يقيدوه ويديروا المحضر ديالو ويقدموه للوكيل. حنا ماشي سلطه. نعم. حنا ماشي سلطه غنمشيو ندابزو معاه. هما شي تيشوفوه بعينيهم. والمراقب والمفتش واللي تيفتش الكونتور من شهر لشهر. نعم. كل نهار يصيفطوا لك لون ما قاري لا والو. وحنا التقدير اش بغينا؟ ما عطوش الاجازه باش ما موجاش باش يقلبوا هذاك الكونتور. ولا داكشي كيبقى لهم. تيخرج واحد تيقيد. تيقيد التقدير، هاد التقدير علاش؟ ما قال واقف الكونتور ديالها في القد والقد، خاصنا نخلصوا حنا من داك القد والقد نعنيو إلى التاريخ ديال آخر الشهر. نعم. واللي خاصهم يتخلصوا فيه، باش يقدر لي أنا يا 7000 8000 تنخلصها، وتادو الشهرين ثلاثة وتيقول باقي تسنى شي حاجة، علاش تتسلفوا؟ ملحوقين؟ ما عندكمش؟ راه أموال باهظة تدخل ديال هاد الكهرباء. أعطيني الحساب ديالي اللي في الكونتور نخلصوا. 30 كيلو خلصها، 40 كيلو خلصها، 100 كيلو خلصها. كل شهر يدور العلم هذا. وكل شهر يدور موظف. تيسطر واحد امي عمي ما تعرف حتى حاجه تيمشي عاد يشبك يقيد ويخرج. انت تقول ويدي ليهم. زدت هذا الزيرو اسمح لي عليه. وهذا تطلبوا من الله. تطلبوا من الله ومن جلالة الملك الله ينصره. عاش الملك! عاش الملك!
معنا متابعين الافاضل حنا اليوم من نواحي العاش مالك راه ما عاد النظام والو تاع العاش لوجي عاش مالك حنا اليوم نواحي دار القداري بالقنيطره نواحي القنيطره كذلك حنا بعد الضوابط كيف ما تبعتوا معنا متابعين الافاضل هذو الناس المقطع اليوم الضو كيطلبوا من الناس المسؤولين انهم يطلقوا لهم الضو كيقولوا لك الناس اللي هما 30 او 40 شخص اللي ما خرجتوا حنا ما عندناش علاقه بهم فالله يجزيكم بخير المسؤولين تلقوا لنا الضوء الله يجزيكم بخير شكرا وكنتمنى الرساله ديالنا توصل للناس المسؤولين الاختصاص في هذه الامور فشكرا لكم على المتابعه وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو باش يوصلوا للناس المسؤولين شكرا لكم وتبارك الله عليكم.